كم اسم اندرز على هالحيط، كم شهيد وشهيد وشهيد بدنا نقرأ اساميهم تنقدر نعيطلهم بالصوت عوسع المدى. مش ضروري نصرخلهم بالصوت، بكفي نحفر أيلول على اساميهم، اسم اسم، صوت صوت، بيت مسبحة ورا بيت مسبحة، تيحضروا كلهم ويصيروا الحضور شهداء المقاومة اللبنانية بمعراب بكل لبنان بقداس الشهداء. قداس شهداء اللوات اللبنانية أنا بعتبره قداس كل اللي قاوموا من ماريو حنا مارو لتاريخ اليوم، مش بس القوات اللبنانية، كلنا اسمنا قوات لبنانية، تغير اسمها من فترة لفترة، بس هذا القداس ما منتذكرون فيه لأنه نحن منتذكرون كل يوم بكل عمل منعمله، بكل شغلة منقوم فيها عم نعملها كرمالهم مثل ما هني عملوا كرمالنا. نحن تقريبا صارنا هيدي خامس سنة أو سادس سنة عم نعمل احتفال بمعراب لأسباب أمنية. رفاقنا القواتيين كانوا معودين يشاركوا بقداس الشهداء بأعداد كتير كبيرة، وقت كنا نعمل قداس الشهداء بمجمع فؤاد الشهاب أو وقت كنا نعمله بحريصة، فلهالسبب قلنا خمس ست سنين ما عم نقدر نلبي طموحات رفاق القوات، لأنه المكان هون مثل ما بتعرفي ومثل ما شايفين ما بيتسع لأعداد جماهير القوات اللبنانية. بقى التفاعل كتير كبير، الشباب القوات طبعا بيكونوا محمسين كتير، لهالسبب عم بيرجعوا يعملوا قداس شهداء بقلب المناطق لحتى يرجعوا يحسوا بهالقداس ويرجعوا يحسوا بهالذكرى يلي ثابتة نحن بوجداننا وبوجدان بقلب كل واحد منا، لأنه فعلا الشهداء هالقد بيعنوا لنا وهالقد بيعنوا لكل رفيق ورفيقة بالقوات اللبنانية. هون مش الرفاق بيتجندوا للتحضير للقداس ولا أيلول بنسماته يلفح وجوههم لمعباي كرامي، هون الشهداء بيحضروا شخصيا تيشرفوا على نهارهم تفصيل وتفصيل، بيتابعوا بيسألوا وبيضحكوا بيلحقوا أساميهم وبيلحقوا اللجنة المنظمة على الدعسة. نحنا حبينا السنة مثل ما شفت أستاذ إليا حشوش اشتغل على الموسيقى، كلنا بلجنة الأنشطة عم نشتغل إنه يكون قداس الشهداء سنة عن سنة في إبداع أكتر، فيش هيك عم نحط من ذاتنا أكتر من أفكارنا كرمال عن جد نكون بمحل معين عم نعطيهم يمكن شوي من حقهم، ما في أقول أعطيهم حقهم لشهدائنا يلي منضل نعيد ورح نضل نعيدها، تضحياتهم هي اللي خلتنا نكون اليوم موجودين أنا وياك عم نحكي بهوني بهذا المحل وعم نعمل قداس الشهداء. الأهالي أكيد حصتهم بتبقى هيك، الاهتمام فيهم بقى خاص، طلتهم بس يوصلوا بيكون في تأثر كتير كبير من الحضور، من اللجنة اللي عم تنظم البروتوكول، حتى من السياسيين. كل أم شهيد تبقى جاي حاملة صورة ابنها، حاملة بلوزته، حاملة شيء قطعة من ثيابه وجاي غامرتها ترجع تتذكروا هون، وكل يوم بقلبها وكل تكة بفكرة. بس هالقداس له هيك رمزية خاصة، بس شوفي أهالي الشهداء فايتين عن جد، الكل بدمع وبتأثر. أيلول الشهداء بمعراب مش بس حضور عابق بحضور الأهالي والرفاق، المطرح ضيق صحيح بس المطرح أوسع بكتير من أنه نتوقع. هون بيحضروا كل شهدائنا بيسرحوا بدمع الأمات بحنين البيات بشجن اللحظة بجسد يسوع المسيح وهنبيد المعبى كاس الشهادة كاس الحب. هون مش معراب بأيلول الشهداء، هون الشهداء وقت يعملوا الحدث ويكونوا هني مواسم أيلول وهني كل المواسم وهني كل الحب. يا أيلول يا شهيد يا مقاوم يا عنيد بالحب والإيمان بالمقاومة اللبنانية.